حننتقل مباشرة للزميلة رؤى بالمركز الإعلامي الموحد لمكافحة كورونا بدار الأطباء. إليك زميلة رؤى. شكرا تسنيم، وشكرا لكل الناس اللي بتتابعنا من خلال حلقة اليوم. هي صباحات مختلفة، هي صباحات توعوية وصباحات أيضا تلقي الضوء على واحدة من المراكز الإعلامية المهمة جدا، اللي هي قالت على نفسها إنها تكون هي الجهة المعنية بتوفير كل المعلومات الصحيحة، وأيضا بتنفي كل المعلومات الخاطئة والمغلوطة المتناولة لدى الجميع، وأيضا عدد من الاستشارات المختلفة اللي بتتم من خلال المركز الإعلامي الموحد لمكافحة كورونا بدار الأطباء. تفاصيل أكثر عن هذا المركز ومتى تم إنشاؤه مع ضيفنا داخل الاستوديو أستاذ ياسور أبو القاسم ممثل المركز الإعلامي لمكافحة كورونا. صباح الخير عليك. صباح الخير عليك وصباح على المشاهدين، وسعيدين بأنكم معنا الليلة في المركز، وإن شاء الله يا أخي المركز يؤتي يعني بالنتيجة بتاعته والسبب اللي هو قام به. أهلا ومرحبا بك. وبداية يمكن كثير جدا من الناس بتشوف دائما المركز الإعلامي الموحد في عدد من ممكن تكون البث المباشر وغيرها من التفاصيل المختلفة، متين كانت تنفيذ هذا المركز ليكون هو الواجهة الإعلامية الموحدة لوزارة الصحة؟ هي استجابة فورية من الشباب الموجودين هسه في المركز نتيجة للجائحة والطارئة الصحية الموجودة في السودان الكورونا. يعني يا أخي نحن يوم 18/3 تم إنشاء هذا المركز، اللي هو عبارة عن استوديو جاهز وكامل بكل المعدات التقنية فيه، ومركز صحفي إذا كان في تصريحات صحفية. الغرض الأساسي منه إنه التركيز على موضوع الكورونا دي، بحيث إنه هي تكون الهم الموحد للمركز ده، وتخدم في نفس الوقت وزارة الصحة الاتحادية، تخدم اللجنة العليا للطوارئ الصحية، وتخدم الإعلام المتخصص يعني في موضوع الكورونا ده بشكل صريح وواضح. وبناء على القصة دي تم تجهيز المركز ده، وتم النقاش والاتفاق مع وزارة الصحة الاتحادية ووزارة الإعلام ووكالة سونا للأنباء والأجهزة الرسمية الثانية الإعلامية والخاصة، اللي هي مثلا قناة السودانية 24، قناة النيل الأزرق، التلفزيون القومي، ومجموعة تاسيتي الإعلامية يعني. جميل، أنت ذكرت أنه هي ممكن تكون استجابة سريعة جدا لعدد من المهتمين بقضايا الوضع عموما بالبلاد، الإعلاميين وغيرها من المتطوعين اللي هم جو استجابة لهذا النداء الذي يهم الوطن عموما. كان في صعوبات ممكن تكون واجهت الناس في أنها هي تقدر تتلمى سريع عشان تقدر تواجه الجائحة دي؟ من ناحية بتاعت مركز الشباب هذين الموجودين، أنت هسه شايف القصة دي وممكن تشوف يعني الكاميرا ممكن تشوف القصة دي، لكن التحديات الموجودة في أنه المركز منظمه انه هو ينقل التصريحات الرسميه مثلا اللي هي بتطلع من اللجنه العليا للطوارئ الصحيه، وكذلك التصريحات الرسميه من وزير الصحه ومن وزير الاعلام، والحاجه دي يعني ماشيه كويس الى الان بطريقه كويسه ومجديه، وفي استجابه كويسه من الاجهزه الرسميه الثانيه. لكن الاشكال كله بيكون في انه نوعيه البرامج المقدمه، المحتوى ده نحن إلى الآن في اجتماعات مع وزارة الصحة ومع إدارة الإعلام وبرضه مع أشخاص تاني مهتمين في كيف إنه نحن نخلق محتوى من المركز ده يقدر يغطي الحوجة المعرفية والإعلامية لموضوع كورونا ده. جميل، يمكن تذكرت إنه أنتم محتاجين لسه لمحتوى متميز، المحتوى أيضا فيه معلومات مبنية على الصحة ومبنية على المعلومات الطبية الصحيحة، بالنسبة لأنه ممكن نقول حتى التصريحات، لأنه بيجد بتظهر تصريحات بتكون هي مغلوطة، فيمكن يكون ده السبب برضو إنه التصريحات تكون فقط من خلال المركز الإعلامي الموحد. اللي هي دي الحالة الأساسية، إنه يا أخي نحن مثلا نسبة للإشاعات ونسبة للمفاهيم برضو المغلوطة في مثلا المانجا والشاي والحياة دي، فبنحتاج لأنه نحن المعلومات نستقيها من مكان واحد، ده بيقلل وبيخلي نسبة الإشاعات قليلة شديد، وفي نفس الوقت الموضوع ده لأنه هامي كل الناس وحيأثر يعني عنده تأثيراته الكثيرة على المجتمع وعلى العالم بشكل عام، فبنحتاج لأنه نحن نخلق محتوى مختلف إلى حد ما عن المحتوى الموجود.
المحتوى اللي بيتم إنتاجه بيتم وين توزيعه؟ هل على القنوات ولا مرات بيكون حصريا فقط على المركز الإعلامي؟ لا لا، نحن عندنا حاجة حصرية الحمد لله، يعني كل المحتوى اللي قاعد يطلع من المركز بيمشي ومتاح لأي جهة إعلامية عندها الرغبة في إنه هي تتعاون أو تتعامل أو المادة دي تشيلها. الحاجة الثانية والمهمة شديد برضو إنه المعلومات اللي قاعد تطلع من هنا هي معلومات صحيحة ومعلومات قاعد تتم إنتاجها من قبل الأجسام الطبية والأجسام العلمية الصحيحة، سواء كانت في وزارة الصحة أو سواء كانت في الجمعيات الطبية اللي هي في مظلة أو تحت لواء أو تحت يعني قاعدة تحت وزارة الصحة للتحقيق. وده بيخلينا إنه إحنا يعني حتى الضيوف مثلا اللي بيجوا للقنوات وكده ويجوا في المركز هم يكونوا على درجة كويسة من المعرفة بالمرض تحديدا، خلينا بالمعرفة يعني مثلا إذا جاء استشاري بتاع صدرية بتكون معرفته بقصة المرض وطرق انتقاله والمعالجة و عالية وكويسة. الحياة الثانية لأنه كل مرة طبيعة المرض بتتغير وكل يوم قاعد تحصل فيه دراسات وبحوث مختلفة وكده، فبيكون عندنا تعاون كويس مع وزارة الصحة في التحديث بتاع ذاته للمعلومات. إنه والله يا أخي مرات الإشاعات بتطلع إنه يا أخي بيطلع بالهواء، مرات بيقعد في الهواء، في تاني تقارير بتيجي تقول لا لأن نسبة قعاده مثلا في الهواء أقل و فبناء على القصة دي نحن لازم يعني نشيل معلوماتنا منهم وبناء على بنعمل المحتوى في الحياة. طب خلينا نشوف واحدة من المواد اللي تم إنتاجها بواسطة المركز الإعلامي الموحد ونشوف مدى إنتاج هذه المادة والمعلومات الجميلة الموجودة فيه. ما بنقول الدكاترة ولادة الهنا، أسي في الظروف الحالية دي بنضيف عليها الدكاترة ولادة العنا، بتعانوا عشاننا بتسهروا، وجب علينا إنه ندعمكم دعم لا محدود. شكرا لكم. جيش البلد لابكوت جيشنا الأبيض، واثقين منكم، أبقوا طيبين. شكرا أطباء بلادي، شاكرين جهودكم، شاكرين تعبكم، شاكرين سهركم، شكرا أطباء بلادي. شكرا دكاترتنا وأطباءنا لصبركم حسن تعاملكم وتحملكم، شكرا خط دفاعنا الأول. نحن مع الجيش الأبيض قلبا وغالبا حتى نستطيع أن نتخطى هذه المرحلة الخطرة. شكرا دكاترتنا، شكرا للجيش الأبيض، ونحن معاكم ضد العنف. تحية احترام وتقدير ومحبة للجيش الجميل اللي نحن بحين بنسميه الجيش الأبيض أو ملائكة الرحمة. الجيش الأبيض أبطاله، كم دافعوا عنا وأزالوا. الجيش الأبيض خد دفاعنا الأول ضد الصمود. دكاترتنا ما عندنا حل غيركم حقيقة، يعني انتوا جيشنا وانتوا سندنا، ونحن بجد والله لو قعدنا العمر كله ما حنوفي لكم حقكم. الكوادر الطبية خد دفاعنا الأول، شكرا لكم. شكرا للكادر الطبي. أحب أشكر الكادر الطبي، احنا معاكم كمواطنين سودانيين قلبا وقالبا. جيشنا الأبيض ربنا يحفظكم ويحفظنا ويحفظ البلد، زي ما انتم باقين 10 علينا احنا كمان باقين 10 عليكم، الله معاكم ومعانا. شكرا لسواعدنا الطبيه وكوادر الطبيه، وربنا يكون معاكم وفي عونكم. كل اعتزاز وافتخار بالجيش الابيض الذي يدافع، الذي يقاتل، والذي يثابر، والذي يضحي بنفسه ويعرض نفسه لهذا الخطر من اجل حمايه المجتمع، من اجل دحر هذا الوباء، من اجل دحر فيروس كورونا. تحية وتقدير للجيش الأبيض وعلى دورهم اللي بيقوموا به، بنقول لهم واثقين فيكم كثير. شكرا للكوادر الطبية لا للعنف، كل الطواقم الطبية اللي بتعمل في مجال مكافحة الكورونا، وكل الطواقم الطبية اللي بتعمل في أقسام الطوارئ في المستشفيات، وبنقول لهم نحن يعني معاكم واقفين معاكم زي ما انتم واقفين معانا وما قصرتوا. شكرا لكم على مجهوداتكم، الطاقم الطبي موجود في كل أنحاء السودان ما قصرتوا، شكرا على تعبكم، شكرا على سهركم. كلنا كيف معاهم يا جماعة وندعمهم، شكرا لكم كثير جيشنا الأبيض قدام. ما نزعل من الدكاترة، ده خط الدفاع الأول والأخير. شكرا لكم الكادر الصحي في السودان. دكاترة ليا ليا، شكرا للدكاترة.
الظروف ما تشيل هم بكرة الزمن ليك ابتسم من الظروف ما تشيل هم بكرة الزمن ليك ابتسم يا طال في صبح العشم يا طال في صبح العشم الصبري الصبري ما تشيل هم الصبري الصبري ما تشيل هم شيلي همك في الدموع بحر الحزن ما له وقف راجني فرح جميل شوق انتظار عندك نقيف ما تشيلي همك في الدموع بحر الحزن ما له وقف راجني فرح جميل شوق انتظار عندك نقيف يا غالية يا وعدا سمح من فرقتك دفق النزيف يا غالية يا وعدا سمح من فرقتك دفق النزيف ليل الحزن بيك انهزم الصبري ما تشيلهم ليل الحزن بيك وتقدير وحب لكل الجيش الأبيض اللي واقف قصاد هذا الفيروس بحتى السوء اللي ممكن يكون موجود من خلال وضع صحي وأيضا عدد من الاحتداءات اللي بتعرضوا لها كتير جدا من الأطباء. يمكن دي فرصة حقيقية وسانحة عشان الناس تعرف إنه الأطباء السودانيين قادرين إنهم يعيشوا في وضع غير ملائم بالنسبة لهم لكن لسه قادرين إنهم هم يحموكم وقادرين يحافظوا عليكم. شكرا لك جسورة على هذه الفيديو. والله يا أخي يعني أنا بشكر المجموعة من الفنانين والناشطين والعاملين في القطاع الصحي والعاملين في حياة تانية, لكن الفكرة كانت إنه هي رد جميل أو يعني شكرا بشكل واضح وصريح للكوادر الصحية بكل التخصصات والاختلافات بتاعتها, في نفس الوقت إنه يا أخي نحاول نرفع درجة المواساة عندنا صحيح. للكوادر الصحية نتيجة الاعتداءات الكثيرة اللي بفتكر إنه أنا جسور ده إنها ممنهجة ومقصودة, يعني إنه يا أخي نحن نوقفها نقللها. وشكرا برضو للشباب ده الشديد, شكرا لصغيرون إنه عمل لنا الحركة الظريفة الشديد دي, ودي واحدة من الحياة اللي قاعد يعمل عليها المركز الإعلامي للكورونا هنا في اتحاد الأطباء, في إنه هو يعمل مجموعة من الفيديوهات الصغيرة اللي ممكن تساهم في القصة بتاعت الكورونا دي في الكوادر الصحية. احنا اكيد راجعين منكم كثير يعني من خلال المركز الاعلامي الموحد لمكافحة كورونا ان شاء الله بالتاكيد. شكرا, شكرا لكم. تسلمي. وشكرا على الاستضافة اليوم من خلال هذا الاستوديو. حتكون كل اثنين ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لك استاذ جسور ابو القاسم ممثل المركز الاعلامي لمكافحة كورونا بدار الاطباء, وايضا حنتواصل من خلال البث المشترك ما بين المركز الاعلامي وما بين استديوهاتنا الرئيسية لقناة سوداني 24, ولكن حنرجع مرة اخرى للاستديوهات الرسمية. أهلا ومرحبا بك مرة تانية تسنيم.